الريبون هي قائمة الأدوات الرئيسية الموجودة في برنامج ريفت ستراكشر 2014، وهي القائمة اللي ممكن من خلالها أوصل لكل الأدوات المتاحة في البرنامج بسهولة. بتتكون من 3 أجزاء، أول حاجة التابز وهي عبارة عن المكون الرئيسي للريبون زي ستراكشر أو أركتكتشر، انسرت، انوتيت، انالايز، ماسنج، كولابوريت، ادنس، وفيو، ومانج، وموديفاي. بعد كده هتلاحظ ان كل تاب من دول بتتكون من مجموعه من البانلز. التاب اللي اسمها ستراكشر بتتكون من بانلز اسمها ستراكشر، فاونديشن، رينفورسمنت، موديل، اوبننج، داتم، ورك بلان، وكل بانل من دول جواها مجموعه من الادوات. موضوع البانل والتولز مش اكتر من تصنيف وترتيب للادوات بحيث انك تعرف توصل لها بسهوله. طيب هنيجي دلوقتي نستخدم الادوات ازاي. عندي اداه منفرده زي البيم او اداه القمر، بمجرد ما اضغط عليها بينشط الامر واقدر ان انا اشتغل بالاداه زي ما انا عايز. في اداه تانية بتشتغل من زرار اسمه سبليت بوتن، اللي هو زرار مجزأ الى جزئين. الجزء اللي على الشمال تضغط عليه بيشغل الامر مباشره، وليكن زي امر الول او انشاء الحوائط. وفي زرار صغير اللي هو سهم اتجاه الاسفل، تضغط عليه بيفتح لك دروب داون منيو، بتقدر تختار نوع معين من الاداه اللي احنا قلنا عليها دي. طيب في حاجه تانية بيبقى زرار صغير جنب الاسم البانل سهم اتجاه الاسفل، بتضغط عليه بيظهر لك مجموعه من الادوات اللي ليها علاقه بنفس البانل اللي احنا شغالين عليه. ممكن مثلا يظهر حاجه زي كده في تاب الانوتيت بانل دايمنشن، هتلاحظ برضو مجموعه من الادوات. عندي حاجه تانية واخيره اللي هي الدايلوج لونشر، عباره عن سهم مايل صغير، بمجرد ما بتضغط عليه بيظهر لك ديالوج عبارة عن مجموعة من الخصائص اللي مطلوب منك انك تعدلها او تظبطها بالطريقة اللي تناسبك في البرنامج. ودي عبارة عن خصائص، مثلا لو زي ما ضغطنا على الموجودة في البانل اللي هي اسمها تكست، بيظهر لك خصائص النص اللي انت هتكتبه من حيث اللون او الخلفية او تفاصيل الخط من حيث النوع والحجم والكلام ده كله. هنتحكم دلوقتي في شكل الريبون وظهورها وترتيب الادوات جواها. بالنسبة لظهور الريبون، زي ما قلنا هي حالة استثنائية في التعامل معها من حيث الظهور او مكان تواجدها، هو مكانها ثابت، لكن الفكرة كلها بتتحكم ازاي تظهر قدامك من خلال زرار اسمه الريبون ستيت بوتن اللي هو موجود ده. بمجرد ما تضغط عليه هتلاقي ان الريبون تم اختصارها في اسماء البانلز اللي موجودة جواها، وكل ما تقف على بانل محددة من دول بيظهر لك الادوات اللي جواها. هنضغط عليه مرة كمان، هتلاحظ ان البانلز بيظهر اسمها فقط، او التاب اتحولت لمجموعة من البانلز بتظهر بالاسم وبس. بعد كده ضغطة كمان اسماء البانلز بتختفي، وبقى الريبون عبارة عن مجموعة من التابز، بمجرد ما تضغط عليها بيظهر لك كل الادوات والبانلز اللي جواها، لما الماوس يبعد عنها هتختفي. في دروب داون منيو هتظهر لك لو ضغطت على الزرار الصغير ده، وهنا هتختار اسماء ال3 مراحل اللي احنا عدينا عليهم، وهنا ممكن تضغط على ثرو سايكل او سايكل ثرو اول، بحيث ان البرنامج يقدر يغير ما بين ال3 اوضاع للريبون بمجرد ما تضغط على الزرار ده. طبعا هنستعيد الوضع الافتراضي ليها هنا، وهو الظهور الكامل لكل البانلز والتولز. هنقدر دلوقتي نتعلم ازاي ان احنا نغير اماكن التابز والادوات اللي موجوده جوه البانلز. لو انا عايز اغير مكان مثلا التابز اللي موجوده فوق، عايز اجيب قائمه انسرت جنب قائمه استراكشر، بضغط على زرار الكنترول من الكيبورد واضغط على اسم التاب اللي انا عايزها، واعمل دراج اند دروب واسيبها في المكان اللي انا عايزها تظهر فيه. هلاحظ ان قائمه انسرت اتنقلت الى جنب قائمه ستراكشر، وهكذا بالنسبه لاي تاب تانيه. لو انا عايز ارجعها زي ما كانت هضغط كنترول تاني واسحبها وارجعها مكانها الاصلي اللي كانت فيه واسيبها. لو غيرتها من غير ما تضغط على كنترول مش هيبقى في اي استجابه من الريبون خالص. في حاجة تانية ان انا ممكن اتحكم في اماكن البانلز الموجودة، بمجرد ما تضغط على اي حتة فاضية جوه البانلز الموجودة هتلاحظ انها بتشتغل معاك وبتتحرك دراج اند دروب، ممكن تسيبها في اي مكان انت حابب انها تبقى موجودة فيه. الحاجة التانية ان انا ممكن اطلع البانلز دي اصلا بره الريبون نفسها، هتسحبها برضو نفس الحال مجرد ما تضغط عليها من غير كنترول من الكيبورد وتسيبها. بيبقى في اجهزة ملحق بيها اكتر من كذا شاشة، في ناس بتفضل انها بتحط كل الادوات بتاعت البرنامج على شاشة وتخلي درونج اريا في شاشة لوحدها، دي طبعا مش هتبقى عملية او مجدية بالنسبة لنا حاليا.
بتلاحظ ان الاداه او البانل اتحركت وبقت موجوده قدامي على الدروينج اريا، ممكن ان انا احطها في اي مكان يخص واجهه البرنامج. طيب ممكن ان انا استخدم بقيه الادوات عادي جدا، وممكن ان انا استخدم الادوات الموجوده جواها. لو انا عايز ارجعها زي ما كانت هعمل هوفر عليها او هوقف الماوس على البانل دي لغايه لما يظهر لك السايد بار بتاعها، واضغط على ريتيرن بانل تو ريبون، اضغط عليها هتلاحظ انها رجعت لمكانها في التاب الرئيسيه ليها.